أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في هذا الموقف العصيب، ونحن نعزي أنفسنا ونواسي أنفسنا بفقدان هذه القامة العظيمة وهذه الشخصية الكريمة وهذا الرجل الذي يجمع عليه البروفيسور رحمة الله عليه أبو مجاهد، هذا الذي ترك في كل منا أثر وترك في كل منا درسا وعبرة. نقف اليوم في تشييعه ونسمح لأنفسنا ببضع كلمات، وإن كانت الكلمات لا توفيه حقه، لكننا علنا نقدم بين أيدينا شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقول لله: يا رب، نشهد أن هذا الرجل عاش عظيما ومات عظيما، عاش محبوبا ومات محبوبا، عاش صالحا ومات صالحا، ولا نزكي عليك يا ربنا أحدا. إخواننا، كلمات متعددة وأغلبنا يريد أن يتكلم، لكن الوقت يضيق والمقام لا يتسع. لذلك بترتيب الإخوة من عائلة أخونا وحبيبنا الفقيد أبو مجاهد، كانوا يعطوا لكل صفة رجل يتكلم، جيرانه، أصدقائه، زملائه، أبنائه، أهل بلدته. فلذلك اعذرونا لمن لا يفتح له المجال. أول، ثانيا يا إخوة، أرجو من جميع الإخوة المتكلمين أن لا يزيد ولا تزيد كلمته عن 3 دقائق كحد أقصى، كحد أقصى. نعرفين كلمات لو حكينا ساعة لن يكفي، لكن هي من باب تمثيل الكلمات بإذن الله سبحانه وتعالى. وأترككم مباشرة مع الكلمة الأولى لأهالي صيدا، وحق لهم أن يفخروا بذلك، يقدمها فضيلة الشيخ عمر رداد أبو حازم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف عظيم، ولست بخيركم ونيابة عن بلدية وعائلات وفصائل قريتنا العزيزة، نرحب بكم أجمل ترحيب على ما تحملتم من عناء السفر في هذا اليوم الحار، ونسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتكم. كيف لا وفقيدنا حبيبنا جميعا، مهما قيل ومهما سيقال لا يوفى حقه ولا نزكي على الله أحدا. أبى قلمي إلا أن يسطر بعض الكلمات في رثاء أخينا أبو مجاهد، وهو اسم على مسمى: ألا يا صحبة الأخيار عهدا، نصون الود أبدا ما حيينا، فجئنا اليوم بالفقد الأليم، ومثلك لا يغادر يا أخينا، ملأت بلادنا علما ودينا وأسلوبا ينير ضرب العارفين، فلا الألقاب أغرتك ارتفاعا وزدت تواضعا كنت الأمينا. أبا مجاهد، بروحك اليوم نهدي دعاء من قلوب الصادقين،
سألنا الله من قلب جريح يهب قبرك أطور الياسمين، فيا رحمن اغفر ثم ارحم رجالا جاهدوا طول السنين. رحمك الله يا أبا مجاهد وأسكنك الفردوس الأعلى، ولكم مني بشارة. قال صلى الله عليه وسلم لجلسائه ذات يوم: أي الإيمان أعظم؟ قالوا: الملائكة يا رسول الله. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: إذن الأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والبحر يتنزل عليهم؟ قالوا: إذن نحن يا رسول الله. الصحابة. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ أعظمكم إيمانا قوم يؤمنون بسطور في كتب، وأنتم الذين أنتم أعظم إيمانا من الملائكة، من النبيين، من الصديقين، ممن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتكم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أيها الإخوة، لأنه مهما تكلمنا لنفي فقيدنا حقه. لكن في نهاية هذه الكلمة وسأذكر في المقبرة بإذن الله أن الكل مدعو على الغداء بعد الانتهاء من الدفن في قاعة الشهداء. وأشدد أيها الإخوة على الإخوة ممن جاءوا من خارج البلد ومن داخل البلد، كلكم مدعوون، لأن زملائه كما علمت في الجامعة هم من تبرعوا وهم من قدموا هذه الوجبات. جزاكم الله كل خير، وجزا جامعتنا الوطنية كل خير على ما قدموا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك ميت وإنهم ميتون، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين. أيها الإخوة الأحباب جميعا، نودع اليوم رجلا عالما مجاهدا عابدا جاهدا صابراً قواماً عمل من أجل فلسطين ومن أجل دعوة السماء. إنه لك الحديث الدكتور أبو مجاهد الذي عرفناه في كل ميادين البذل والعطاء من أجل قضية هذه الأمة، قضية فلسطين، في ظلال هذه الحركة الوثنية المجاهدة. فهو من الذين سبقوا وصدقوا ان شاء الله، والسابقون السابقون اولئك المقربون من الذين بذلوا الوقت والجهد في داخل فلسطين وفي خارجها دفاعا عن حقوقنا ومقدساتنا وثوابتنا. لم تنكسر ارادته امام هذا المحتل البخيل، أمام هذه الاعتقادات المتوالية، أمام هذا الظلم الذي وقع علي وعلى عائلتي كما على كل أبناء شعبنا الفلسطيني. تودعك فلسطين اليوم أيها الأخ الحبيب، تودعك حركة حماس، تودعك خط المقاومة الثابت، ونحن أشد ثباتا وتمسكا بثوابتنا وبحقوقنا. نودعك أيها الأخ الحبيب، والألم يعتصر قلوبنا، نجم كبير يأكل على هذا الطريق الطويل، ولكن حسبنا أنك عند الله سبحانه وتعالى من المقربين والمقربين، ولا تزكيك على الله تعالى.
أيها الإخوة الأحباب، أيها العظماء، أيها المرافقون على أرض الفتنة الشماء في أرض فلسطين المباركة، وأنتم الذين تخوضون معارككم على جبهات متعددة مواجهة الاستيطان والتهويد والجدار والرباط في أسناد بيت المقدس وفي المسجد الأقصى، في مواجهة أيضاً بعض العنف الذي تتعرضون له، ولكنكم راسخون كالجبال ثابتون لا تترددون. هذا هو عهدنا معكم، وهذا عهدكم مع قضية الأمة في فلسطين. إننا اليوم ونحن ندعي إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا، أخانا الحبيب الدكتور عصام الأشقر، لقب جهاد أبو مجاهد، هذا العالم الرباني الذي له بصماته في كل مجال عمل فيه، في الجامعة، في السجون، في المساجد، في الأماكن التي تحرك فيها. إنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يمكنه فتيح جناته، وأن يلهم أهله وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إلى الله في الغالبين أيها الأخ الحبيب، مع الكبار الكبار، وأنت من زمرة هؤلاء الكبار الذين ضحكوا ولكن ذكرهم باق، سيرتهم باقية في قلوبنا وفي عقولنا وفي أفئدتنا، على طريقكم سنمضي إن شاء الله تعالى. إنني أيضاً أعزي إخواني جميعاً في قيادة الضفة الغربية، وعلى رأس من أخ الحبيب نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري، وكل إخواننا في الخارج وفي الداخل، وشعبنا وعائلته وأسرته وأبنائه وزوجته الكريمة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في منطقة برحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه يرحل عنا ونحن إن شاء الله أشد يقينا وإيمانا بحتمية النصر والتحرير بفلسطين، كل فلسطين. يرحل عنا ونحن أشد إيمانا ويقينا بصوابية المنهج وخيار الجهاد والمقاومة. يرحل عنا وقد حققت مقاومتنا وعلى رأسها كتائب القسام النصر المنصر في بيت القدس. يرحل عنا ونحن نرى الأمريكان يخرجون مهزومين من بلاد المسلمين. يرحل عنا ونحن أشد يقينا بحتمية النصر والمرور إلهنا بالنصر. رحمك الله الأخ الحبيب، جمعنا الله بك في جنات النعيم، وأعظم الله أجورنا جميعا، وأحسن الله عزاءكم، ورحم الله ميتنا، وتسألنا الله، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نشكر الأخ الأستاذ أبو العبد هنية، رئيس القائد، رئيس حركة مقاومة الإسلامية حماس، الذي أحب أن يشارك أهل الفقيد في هذا الموقف وفي هذه الكلمات الطيبة المباركة. أيها الإخوة، نترككم الآن مع كلمة جامعة النجاح، مع الأخ نائب الرئيس السيد رائد الدبعي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا الأكاديميين لنا كلمة بخصوص الدكتور الحبيب، أخونا وحبيبنا الدكتور البرغوثي، زميله الفيزيائيين الأشهر في العالم العربي والإسلامي، لم يكن في العالم، وكذلك ممثلا عن جامعة النجاح
أخونا وحبيبنا السيد رائد الدبعي نائب رئيس الجامعة، فأهلا وسهلا به، وأخوكم أنا أيضا. فنحن نتشرف طبعا، ولكن اختصارا للوقت نريد كلمة واحدة لنا جميعا إن شاء الله حتى نترك المجال لكم. وأخونا أولا ممثلا عن جامعة النجاح، أخونا وحبيبنا السيد رائد. شكرا دكتور ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أهلنا يا كل ربعنا، خسارتنا اليوم مركبة، فأحيانا تكون خسارتنا جسيمة بخسارة قامة علمية، والدكتور أبو مجاهد قامة علمية باسقة. من منا لم يسمع بهذا العالم الذي ترك على الرغم من كل سنوات الاعتقال ما يزيد عن 136 بحثا علميا في أفضل المؤسسات العلمية والجامعات. ولكن حينما يكون العالم مناضلا مجاهدا تكون الخسارة مركبة، ومن منا لم يسمع عن المجاهد والمقاوم والمناضل أبو مجاهد؟ فعلا الأستاذ الدكتور عصام يحمل من اسمه نصيب. عصام في اللغة هو ومن يحمل الشيء من يحميه ومن يقيه. ونحن أخوتك وزملاؤك في جامعة النجاح الوطنية نشهد أنك حميت العلم وأديت الأمانة بكل أمانة واقتدار. وأبو مجاهد يحمل من اسمه نصيب، فقد كان مجاهدا في ميدان العلم وفي ميدان المقاومة ضد الاحتلال. وهكذا هي جامعة النجاح الوطنية تخرج المناضلين من أكاديميها ومن طلبتها، فنحن نفخر أن جامعة النجاح الوطنية قد خرجت الشهداء والمبعدين والمناضلين والمعتقلين. واليوم يلتحق دكتورنا الحبيب أبو مجاهد بهذا الركب. أمانة زميلنا وأخانا أبا مجاهد أن ترسل سلامنا إلى كل رفاق الدرب من الشهداء من أبناء جامعة النجاح الوطنية. حضورنا الكريم، باسم جامعة النجاح الوطنية، باسم مجلس الأمناء والإدارة والهيئتين الإدارية والأكاديمية، باسم الطلبة وكل أسرة النجاح، ننعى زميلنا وأخانا الكبير أبا مجاهد الذي سيبقى بإذن الله حاضرا بعلمه، حاضرا بانتمائه وبنضاله. نقول رحلت ولكن علمك سيبقى حاضرا أخانا أبا مجاهد. نعزي عائلته الصغيرة، نعزي أهلنا في صيدا وفي محافظة تلكرم، نعزي كل الأهل في فلسطين، ونعزي الأسرة التربوية في كل العالم، لأن علمه ممتد في كل هذا العالم. نعزيكم جميعا ونقول سيبقى بعلمه بنضاله بسيرته حاضرا فينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا معنا على الخط الهاتفي البروفيسور من امريكا عبد الحليم الاشقر،
مرشح الرئاسة السابق وهو الآن يخضع للإقامة الجبرية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يكون عم الفقيد، فيعني نترك له المجال ليشاركنا في هذا الموقف. تفضل دكتور. وداعاً ابن أخي وصديقي، نودع وتودع معنا فلسطين وأمتنا قامة وقائداً وعالماً ورمزاً وبطلاً، رسم درباً وسار نهجاً مميزاً وسجل تاريخاً حافلاً بالعطاء والتضحية. لقد كان ابناً باراً بوالديه وواصلاً لرحمه وأقاربه، أباً مميزاً ومثالياً بذل كل ما في وسعه لتربية أبنائه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكونوا ذروة وقمة في كل شيء، أستاذا مميزا متفانيا في عمله، محبا لزملائه ومحبا لطلابه، لم يكن يتوانى في تقديم المساعدة والنصر له، يحب لهم ما يحبه لنفسه، مجاهدا عنيدا وصلبا، لم تثنه الشهادات ولا الألقاب عن القيام بواجبه تجاه وطنه ودينه، جنديا مجهولا وأسطورة للتحدي في سجون الاحتلال والظالمين، وشاءت الأقدار أن يكون مميزا حتى في مرضه ليصارع المرض ما يزيد عن 6 أشهر. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا ابن أخي لم نشكره. الآن إخواننا البروفيسور عماد البرغوثي، زميل البروفيسور المرحوم أبو مجاهد في تخصص الفيزياء، في دقيقة سريعة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، أنا صديق أخي أبو مجاهد، وفي نفس الوقت في عام 1981 عندما كنت في السنة الأولى في الجامعة الأردنية وكان في الدراسات العليا كان أستاذا لي، فأنا تلميذ أبو مجاهد، أنا زميل أبو مجاهد، تشاركنا في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات الفلسطينية، وهو صديقي منذ عام 1981، وخير الناس من تشهد له أقرانه أبو مجاهد. نعم، الكل يشهد بصلاحه، بجهاده، بمقاومته، بعصاميته، ولكن أهل الفيزياء في الأرض العربية والإسلامية وفي العالم، أبحاث التي تحدث عنها الأخ الكريم أعرفها بحثا، العديد من أقران من المنافسين الذين تنافسوا في البحث العلمي مع أبو مجاهد تفوق عليهم وحسن ونقد أبحاثهم. فأبو مجاهد البعض يسميه القائد المجهول، ولكني أسميه العالم العامل. اللهم ارزقنا علماء عاملين، اللهم ارزقنا علماء عاملين، اللهم ارزقنا مثل أبي مجاهد علماء عاملين. رسالتين، الرسالة الأولى والقصيرة إلى ابن أخي مجاهد، إلى إخوتك يا مجاهد، إلى أختك الكريمة، إلى أختي مجاهد، إلى دار الأشكر، إلى صيدة، إلينا جميعا أهل وإخوة وأحباب أبو مجاهد، بنص حديث محمد صلى الله عليه وسلم وجبت هذه الجموع التي تشهد بصلاح أبو مجاهد.
صفحات التواصل الاجتماعي، الإعلام، الكل يشهد بصلاح أبو مجاهد. وبالتالي يا عمي يا مجاهد، شو بدنا أكثر من هيك؟ نعم الموت مصيبة، ولكن الشهادة التي نالها أبو مجاهد بإذن الله مات مبطونا، ومات كل الناس تشهد بصلاحه، تشهد بأدبه، بأخلاقه، بعلمه. وبالتالي شو بدنا أكثر من هيك؟ هنيئا لنا هذه الشهادة يا أبا مجاهد. والرسالة الثانية والقصيرة، فأنا زميل وصديق وتلميذ أبو مجاهد، اعتقل أكثر من مرة، قضى في السجن أكثر من 5 سنوات. في عام 2009 في الزنزانة أبو مجاهد كاد أن يفقد حياته. أبو مجاهد 63 عام. رسالة إلينا جميعا، لم يعتذر عن العمل مع الله أبو مجاهد، رغم السجن، رغم التعب العلمي والجهد العلمي الذي وضعه، وهذا يكفي، ولكنه أبى إلا أن يكون عالما عاملا مجاهدا، لم يعتذر عن العمل مع الله. رسالة إلى كل الشرفاء، إلى كل أبناء هذا الشعب، يجب أن لا نعتذر عن العمل مع الله. وأبو مجاهد هذا القائد المجهول، هذا العالم العامل، خير مثال عن العمل في ميادين الحياة، في البحث العلمي ومع الله سبحانه وتعالى. اللهم يا الله، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم احشره في عليين مع الشهداء والصديقين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. سامحوني إن أطلت، بارك الله فيك. طبعا نحن مرة ثانية نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا بهذه القامة العلمية وهذه القيادة العظيمة للشعب الفلسطيني. نحن نتمنى في المرة القادمة إن شاء الله أن نعترف بقدر العلماء وهم أحياء، كما نعترف الآن عندما يرحلون. أخونا وحبيبنا البروفيسور العظيم كان ينبغي أن تقام له، لو جاز شرعا، التماثيل في الأرض وهو حي، أو أن يقدر، ومثله يستحق أعلى المراكز وأعلى الرتب، ومثله كان بالإمكان أن ينتفع به وبعلمه الكثير الكثير. على أي حال لم يفت الأمر. رحمك الله يا أبو مجاهد، إلى الملتقى مع محمد والأحبة وصحبه الأخيار، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للإخوة في أسرة جامعة النجاح، دكتور ناصر وبروفيسور عماد وأستاذ الدبعي، بارك الله فيكم على هذه الكلمات الطيبة. والآن يا إخوة نترككم مع كلمة رفقاء الأسر الذين عايشوه، وأغلبنا عايش الدكتور، وكل منا له كلمات في هذا، لكن خير من يتحدث عن هذا أخونا أبو أسامة الأستاذ وصفي كبهة، الوزير السابق، وزير الأسرى السابق، وهو خير من عاشره في السجون، في كلمة قصيرة في 3 دقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح ما شاء علاقة هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق وسيد المرسلين. أيها الأخوة الأحباب، المصاب جلل، ولا شك إذا كان السفر والتعامل بالدرهم والدينار يكشف معادن الرجال، فإن السجن يكشف الرجال على حقيقته. وقد عشت مع أبا مجاهد وفي ظل أزمة حقيقية في السجن، اجتمع علينا ألم القيد وألم
الجسد، وعشنا أيضا معا مع المرحوم الأخ الحبيب زهير العبادة أبو رشيد رحمه الله. عشنا في المراش، وكنت أعلم رغم الآلام التي هدت جسده كيف كان يحرص على خدمة إخوانه. وفي السجن في مجد وكل الوجوه الطيبة النيرة هذه عاشت معه أخونا الدكتور أبو عمر، أخونا الشيخ شيخنا الحبيب أبو علي، والشيخ رياض والجميع. عندما أجمع عليه أن يكون أميرا للجميع ولكل المحافظات، ونحن نعلم التباينات في السجون، فكان الفقيد الراحل أبو مجاهد خير من ينفس الاحتقانات وخير من يجمع كل التباينات، ويؤكد على أن الوحدة هي الأساس، وأن الاختلاف وأن التباين في الاجتهادات لهذا الموقف أو ذاك لا يمكن أن يطغى على أخوتنا. لذلك في آخر اعتقال له أصرت مصلحة سجون الاحتلال أن تنقله إلى سجن الرملة، فبكى قال: أنا التخفيف عن آلامي وأوجاعي وجودي بين إخواني. تخيل عمق الانتماء لهذه الدعوة، عمق الانتماء لهذا الدين، لهذا الوطن، وكيف ينتصر للقضايا. أقولها بصراحة، لقد أنهكوه بالاعترافات. كان مرجعية للطلبة يوجههم ولا يبخل عليهم، ولم يغلق باب مكتبه، ولم يحيل نفسه دعويا على التقاعد المبكر الطوعي، لأن الدعوة هي استمرارية، ولا يمكن أن يتقاعد إنسان عن عمله الدعوي والوطني، بل عليه أن ينتصر. لذلك في أحلك الظروف وفي أصعبها وجدته يتواصل ويحاول أن يملأ الفراغ من خلال تضحياته. هذا العمق للانتماء، هذه المئذنة التي هوت حقيقة مئذنة من مآذن فلسطين الشامخة، وقد لحقت بالبروفيسور أكرم الخروبي والدكتور عدنان أبو تبانة والقائد الكبير أبو عاصف البرغوثي وشيخنا الأستاذ أبو حسان البشتاوي، رحلوا عنا. ونسأل الله تعالى أن يطيل أعمار هذه الوجوه النيرة إن شاء الله، وأن تبقى سندا وذخرا لدعوتنا ولقضيتنا، وأن نكون على نهجك يا أبا مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا أيها العالم العامل القائد الجامع، اليوم يبكيك كل من عرفك وكل من تتلمذ على يديك وكل من استنار برأيك واسترشد بنصحك. اليوم يبكيك طلابك، اليوم يبكيك من كنت لهم أخا ملهما لا كعالم متعال بعلمه. اليوم تبكيك فلسطين يا أبا مجاهد، وأنت الذي آثرت أن تعود إليها ولم يغررك أبدا تلك المزايا التي قدمت لك فيما يسمى أم الدنيا أمريكا، رفضتها بقدمك ورجعت إلى بلدك تعمل تقدم لها من خيرة ما أعطاك الله. سلام عليك وأنت عروة من عرى الصدق والتضحية والبذل والاجتهاد، كنا نستمسك بها وقت الضائقات. سلام عليك في الخالدين وأنت في جوار الرحمن حيث لا ضنك بعد اليوم إن شاء الله. نترككم اليوم مع كلمة
الإخوة في الجهاد الإسلامي الذين أبوا إلا أن يشاركوا في هذا الرثاء العظيم وهذا الموقف. ومع الأخ الشيخ خضر عدنان فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مشايخنا أحبابنا، ارفعوا رؤوسكم عاليا، فأنتم في عرين الجهاد والمقاومة في بلدة ما دخلها الاحتلال إلا خرج منها مهزوما مدحورا. بلدة الشهداء، بلدة الأسرى، بلدة المقاومة، صيد البطلة. واليوم صيدا من جديد تنتصر بالدكتور، وكما قال لي إن صح هذا التعبير العلمي، الأستاذ المميز، وهي فوق رتبة الأستاذية في العلم، الأستاذ المميز الدكتور أبو مجاهد، البروفيسور أبو مجاهد عصام الأشقر، باسمي وإخوتي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأولهم الأمين العام الحاج أبو طارق زياد النخالة، والمكتب السياسي وقيادة الحركة وكوادر الحركة ومحرريها وأبطالها وثوارها، وهنا في الضفة المحتلة وفي غزة في الشتات في القدس. ما هو الأفئدة؟ نتقدم لكم في حركة المقاومة الإسلامية حماس إخوة ورفاقا للدرب، إخوة مجاهدين. وها هو يطل علينا الشيخ حسن يوسف وكل المشايخ هنا اليوم في الضفة وخارجها، وعنكم جميعا الحاج والدكتور أبو العبد هني الذي نؤدي له التحية والإخوة. إننا اليوم نحتاج، نعم، إلى عالم مجاهد، إلى عالم مجاهد. قبل بضعة أشهر ودعنا في حركة الجهاد الإسلامي عالما مجاهدا، إنه الدكتور إبراهيم الحسيني رئيس جامعة الإسراء في غزة. واليوم نودع البروفيسور الأشقر، ونعم ودعنا هذه القامات الوطنية بكل ألم، لأن أن يكون عالما يتجاوز الرتب والجامعات وكل شيء ويدخل السجون لا يطأطئ الرأس، يتقدم الصفوف، هذا شيء مميز. وفي حضرة العلماء إن كان لنا اليوم من كلمة: فلا تتركوا الجهاد ولا تتركوا المقاومة، وإن كان في علمكم وتعليمكم كل مقاومة، ولكن أنتم الأقدر والأعرف كيف تدافعون عن فلسطين والقدس والأقصى والمقدسات. نحن بحاجة أن نتسلح بالعلم في مواجهة هذا الاحتلال. وباسم إخوتي ختاما في الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في السجون، نعزي إخوتنا في الأسر في الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، وفي مقدمهم ابن محافظة طولكرم الشيخ عباس السيد المهندس، لهم منا التحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن إخوتكم في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. كذلك إخوة الهيئة ومواد الهيئة القيادية العليا لأسرع حركة المقاومة الإسلامية حماس عموما، وكذلك الأخ الأسير المضرب بمحافظة طولكرم المضرب عن الطعام منذ أيام عديدة شارفت على 30 يوم تقريبا، الأخ علاء الأعرج فك الله أسره ونصره على سجائه، كلهم يشاركون ويعزون أنفسهم ونحن وأهالي الفقيد بذلك. يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا في القلب ولا وفى لك.
لك قلبي وهو يحترق. نترككم الآن مع من قلوبهم تحترق لفقدان أستاذهم، مع كلمة طلبة وأبناء وتلاميذ البروفيسور أبو مجاهد، يلقيها الأخ محمد عدس رئيس مجلس الطلبة سابقا في جامعة النجاح المهندس. تفضل مجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ساكنا بشغاف القلب مبتسما، آن الأوان وداعا ما له حق. قد عشت شهدا نقيا صافيا وتقا، عاف المظاهر خفافا له صدق. وسموت ترسم للأحبة معلما، حار الفؤاد بوصف ما له حق. أنت المعلم والمجاهد والثنى، قلب حوى وبوها وبهاء دائم عبك. ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. لقد حان الوقت يا أبا مجاهد، لقد حان وقت الراحة يا أبا مجاهد في ظل عرش الرحمن. حان وقت الراحة أخيرا، كم كنت تقول لنا دوما لا أحب الراحة أبدا، ولا أحب ساعات الفراغ، أحب العمل المتواصل في سبيل الله. هنيئا لك اليوم مع المجاهدين، هنيئا لك حياة المجاهدين الصابرين. لا أعلم كيف أرثيك، أرثيك مع الذين عاشوا لله أم مع الذين ماتوا لله، لكنني أقول هنيئا لك حياة وميتة خالد بن الوليد، حياة كلها جهاد وتضحية، وميت على الفراش شهيدا في سبيل الله مما عانيته من آلام المرض الذي سببه لك الاحتلال. كنت السبيل لمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كنت أبا لمن قضى نحبه، كنت أسمى من كل من ينتظر وما بدلت تبديلا. لم تعش يوما لذاتك رغم كل ما أتيح لك. أمريكا التي يتهافت عليها الكثيرون تركتها وراء ظهرك، وأبدعت لأبناء شعبك ووطنك وأمتك. فيزيائك علمتنا أي نواة إسلامية تدور حولها مساعينا، فيزيائك أبهرتنا بمداراتها الخلابة وقوانينها الحية وقواها المبهرة التي عزك الله بها. كنت ملجأ لكل القلوب التي ضحت وابتعدت عن أهلها حقبة من الزمن. كنت الكهف الذي آوى كل العاملين للدعوة الإسلامية، والقلب الذي احتواهم في كل ضيق، والعقل الذي أبدع بكل صلابة. علماء تفرغوا للأوراق العلمية والبحثية والدراسات والعلوم والشهادات، لكنها لم تتجاوز الرفوف وغبار الأيام. واليوم في هذه الجنازة المهيبة سيتعلمون طريقتك في البحث العلمي. يا معلم الشهداء، أنت الحي ونحن الميتون. يا أبا مجاهد، تركت طلابا لك في الدنيا وها أنت تغادرهم. أثرت فينا ولم تقف على منصة واحدة، ولم تلق خطبة رنانة واحدة. أثرت الخفاء والنقاء على المظاهر والمناصب والرتب، وأنت أهل لها. أما طلابك الذين سبقوك إلى الله، اذهب إليهم اليوم، ينتظرونك يا أبا مجاهد. ينتظرك قيس عدوان ومؤيد وثابت صلاح الدين وإحسان شواهنه وغيرهم الكثير الكثير، أقرئهم ومحمد الحنبلي وغيرهم من المجاهدين والقادة العظام في هذا الوطن على المجال العلمي والمقاوم والأكاديمي وفي كل الميادين. أقرئهم عنا السلام يا مصنع الرجال، يا معلم الشهداء. إن كان هناك قائد بحجم الوطن فأنت قائد بحجم الأمة. حسبنا يا أبا مجاهد أنك في حضرة الرحمن الرحيم، وهو سيوفيك حقك ولا نزكي على الله أحدا. سلام الله عليك، رحمك الله رحمة واسعة، وحشرك مع الشهداء والنبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا.
نشكر أخونا المهندس نشكر الأخ المهندس طالب محمد عدس، ونترككم الآن مع فضيلة الشيخ المجاهد حسن يوسف، وهي الكلمة التي آثرنا أن تكون قبل الأخيرة، حيث الكلمة الأخيرة لأهالي الفقيد إن شاء الله عز وجل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان بودي أن نكتفي بالكلمات التي تفضل بها من سبقونا وقد أوفوا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته، إلى آل الأشكر، آل سيدة، آل محافظة طول كرم، نابلس، فلسطين، خارج فلسطين، عظم الله أجرنا جميعا. أن فقدنا أخا عزيزا، وأنا أسمع بدي أذكركم في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، بديش أطول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم إلى منتهى الجزيرة، هم في رباط، الذي يسكن ثغرا من ثغورها كالذي يشهر سيفه في سبيل الله. أرأيتم إلى هذا الأجر يا أهل فلسطين، يا من تتمسكون بالحق فوق هذه الأرض وتلتزمون بدينكم وتتمسكون بثوابتكم، وكل حبة منها من النهر إلى البحر في حدقات عيونكم، إن بقيتم في هذه الأرض مجرد جالسين محافظين على دينكم متمسكين بمقدساتكم وحقوقكم كما قلت، أنتم كمن يشهر سيفه في سبيل الله، فكيف بمن يشهر سيفه في سبيل الله؟ كيف الأجر أعظم؟ وكيف من يشهر سيفه في سبيل الله يكون معلولا مريضا كالبروفيسور عصام، مريض مسلم مجاهد مراقب ثابت، أكثر ما فيه صامت. وانت بتعرفوا شو معنى كلمة صامت؟ بالقدر والمربع الذي يسكن فيه الدكتور عاصم عصام بشهاداته بعلمه بإرثه بما قدم. نعم، إذن أجره مضاعف أكثر وأكثر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله، لا إله إلا الله. هم كبار، أبو أيوب الأنصاري لما كان على أبواب القسطنطينية كان يحمل السيف في يد، وكان يفتح جفن عينيه
فيأتي إليه الشباب: ألا ننفيك يا عم؟ فيقول لهم: ألم تسمعوا قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا يا أهل فلسطين لا عزة لنا إلا من بوابة الجهاد والمقاومة والرباط والثبات على هذه الأرض. دكتور عصام وغيره درس إنا إحنا الأصحاء، إحنا الأقوياء، انفروا خفافا وثقالا، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أصحاء ومرضى، انفروا، اغدوا. هذه هي الحياة الكريمة، أن يبقى الإنسان صامدا ثابتا في حياته ثم ينتقل إلى جوار ربه وهو سامخ وهو منتصر. لا تستطيع قوة في الأرض أن تكسره. لم يكسره الاحتلال في سجنه، ولم ينكسر أمام المرض وإله عذره، ولم وبقي عطاؤه ومداده بقلبه بعقله بجسده النحيف الضعيف البريد ثابتا، لم يكسره أحد. هذا المطلوب يا أخوان، هذه النماذج. أنا بديش أطول إخوانا الكرام، عظم الله أجرنا جميعا، بارك الله فيكم جميعا أيها الحضور، رحم الله فقيدنا. تودعك حماس، تودعك فلسطين، تودعك الشعب، تودعك صيدا. ماذا نقول؟ لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا جميعا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحمك الله حبيبنا أبا مجاهد، قائد بحجب الأمة، رحم الله الأتقياء الأخفياء، يعملون بصمت ويعيشون بصمت ويرحلون بذاتهم بصمت، قادات عظام لم تبهرهم زينة الدنيا وزخرفها، ولم تغرهم المناصب والألقاب. رحم الله دكتورنا البروفيسور أبو مجاهد المتميز في دينه وعلمه وعمله وصلابته وثباته، وهذا بعض زرعه ولده الدكتور حذيفة. مسك الختام بإذن الله، أحب أن يلقي هذه الكلمات على مسامعه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا لا ينقطع، الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولا جزا الله خيرا الأساتذة والمشايخ والدكاترة الأفاضل الذين سبقوني، فقد يعني وفوا وأوفوا حق الصحبة والأخوة والزمالة، الله يجزيكم الخير جميعا. بالنيابة عن أمي وأخوتي، أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي، وعائلة الأستاذ الدكتور عصام راشد الأشقر، وعن آل أشقر الكرام في صيدا والشتات، وعن أهل صيدا الأفاضل، نشكر كل من شاركنا حزننا الأليم، إن كان في مسيرة العلاج والمرض أو الدعاء أو المواساة أو المشاركة في هذه الجنازة. هذا حزن عظيم، فقدنا فيه أبا وأستاذا ومعلما، نشهد أنه كان قانتا صابرا مجاهدا، بذل لفلسطين ما بذله لله سبحانه وتعالى.
ثم قضى نحبه بعد معاناة طويلة مع المرض. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكر الله سعيكم، رحم موتى المسلمين، وجمعنا وإياه في جنة المولى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. الله يجزيكم الخير جميعا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نشكر كل من تكلم ونصلي صلاة الجنازة. وأنا تفتحوا لنا مجال للجثمان بس نقدمه في مقدمة الصفوف. طبعا إخواننا نشكر كل من حضر من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، كل محافظة باسمها وكل شخص باسمه. كذلك من أحب أن يسجل كلماته في رثاء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. يا أخوان الخروج شريعة لكنكم.
ولا عمرك شبطت. قل قتال
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
سيدنا محمد الأمين المصطفى الهادي البشير النذير العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد آن لهذا الفارس العظيم أن يترجل وأن يستريح بعد مسيرة رائعة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي والجهادي الطويل. لقد آن لعالم السيف والقلم أن يضع السيف وأن يضع القلم وأن يذهب وأن يلتحق بالرفيق الأعلى وبالشهداء والصالحين، ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وإن خير ما يقال في هذا المقام هو الدعاء للفقيد، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفع لنا في هذه الساعة دعاء، فبقلوب مؤمنة بقضاء الله ومستسلمة لمشيئته وراضية بما قدر وقدم، نقول بعد الصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر للفقيد وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجزه بالإحسان إحسانا فأنت القائل وقولك الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللهم اجزه بالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا إنك سميع الدعاء. اللهم إنه قد نزل بساحتك وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم أكرم وفادته عليك، اللهم جافي الأرض عن جنبيه، اللهم بيض وجهه يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجوارا خيرا من جواره. اللهم اشمله بواسع رحمتك وبعظيم مغفرتك وبكبير عفوك، إنك غفور عفو رحيم. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته ولكنه حجته وثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم نور له قبره من نورك الشريف، فأنت يا مولانا نور السماوات والأرض. اللهم أمنه من عذاب القبر وأمنه من الفزع الأكبر، اللهم ثبته على صراطك المستقيم، اللهم أظله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم آته كتابه بيمينه ويسر حسابه وثقل ميزانه وارفع درجاته وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقه شفاعة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقه من يده الشريفة شربة ماء عذبة هنيئة مريئة مروية لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم اغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم احتسب آلامه ومعاناته وصبره عندك يا ربنا أجرا ومقاما عاليا في الجنة ودرجات في عليين، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم أجر حماس وأجر فلسطين وصيدا والمسلمين في مصيبتهم خيرا،
بفقد دكتورنا أبي مجاهد، واخلف لنا خيرا من هذه المصيبة يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة في قلوب أهله، اللهم امسح الحزن عن قلوبهم، اللهم اغشاهم بواسي رحمتك، واجعلنا واجعلهم من بعده خير خلف لخير سلف. اللهم أحسن عزاءنا في فقيدنا أبي مجاهد، اللهم أعظم أجور السامعين أجمعين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية أيها الإخوة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دفن أحد أصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتك يا أبا مجاهد بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أن يكون قد ثبتك، وفي الآخرة عند السؤال نذكرك ونذكر أنفسنا: الله ربنا، والإسلام ديننا، والقرآن كتابنا، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته، وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يزد لك في حسناتك، وأن يتجاوز عن سيئاتك، وأن يغسلك من ذنوبك بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيك من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يؤتيك كتابك بيمينك، وأن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قولوا آمين أيها الإخوة. أيها الإخوة، ونيابة عن أهل الفقيد وأهل صيدا عموما وبلديتها، نشكر كل من حضر، كل باسمه ولقبه، النواب المحترمين من جميع المحافظات، وأفراد السلك الأكاديمي والإداري في جامعة النجاح الوطنية، الذين لم يألوا جهدا خلال المرض وقبل المرض وبعد الوفاة في إكرام وتكريم فقيدنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، كما ندعو الله عز وجل أن يبارك في أعمار الجميع ممن حضر وممن صلى وممن حضر الجنازة. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل